نحتاج يوميا إلى السعرات الحرارية والتي نحصل عليها عن طريق الغذاء من أجل القيام بنشاطاتنا المختلفة. والسعرات الحرارية هي مقياس الطاقة في جسم الإنسان، فاحتياجنا إلى الطاقة يعني استهلاك المزيد من السعرات الحرارية. وبما أننا كلما كنا نشطين أكثر احتجنا إلى الطاقة بشكل أكبر، يعني ذلك المزيد من السعرات الحرارية، مع العلم بأن كل شخص بحاجة إلى كمية أساسية من السعرات الحرارية خلال اليوم، وهي التي يحتاجها الجسم للبقاء على قيد الحياة والقيام بالوظائف الأساسية كالتنفس وضخ الدم، أي أنها تلك الطاقة التي نحتاجها أثناء النوم. وتشكل هذه الطاقة ما يقارب 60% من احتياجاتنا اليومية للطاقة. وللحديث أكثر حول ما هي السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميا، ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور محمد عطية، أخصائي تغذية. يسعد صباحك دكتور وأهلا بك. اهلا وسهلا، يسعد صباحك وشكرا للاستضافه الجميله. اهلا وسهلا. العفو، اهلا بك دكتور. بدايه دكتور، ما هي السعرات الحراريه؟ طبعا المقدمه اللي انت تفضلتي فيها مقدمه رائعه جدا، يعني انت ما خليتي لنا كلام نحكي. مبدئيا السعرات الحراريه هي عصب الحياه، ومن دونها الجسم الإنسان ما بيكون قاعد بيشتغل وما قاعد بيعمل وظائفه بشكل طبيعي. طبعا بالنسبه للسعرات الحراريه في لها تعريف بسيط جدا، الكالوري هي عبارة عن الطاقة اللازمة لرفع درجة الحرارة اللي هي لتر درجة حرارة سلسيوسية واحدة. هذا من حيث المبدأ الفيزيائي. من حيث المبدأ البيولوجي، نعم، السعرة الحرارية هي الشيء الضروري واللازم للقيام بالأعمال الحيوية الخاصة في الجسم، القيام بعملية النظر، القيام بعمليات الهضم، عمل الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي بكل مكوناته، طبعا بيحتاج إلى سعرات حرارية. بالنسبة للسعرات الحرارية واحتياجنا اليومي، طبعا في إشي عندنا بنسميه معدل السعرات الحرارية الأساسية اليومي، يعني هذا المعدل اللي هو بيحتاجه كل شخص لحتى يكون أو يضل على قيد الحياة. طبعا بيختلف من شخص إلى آخر، وبتتراوح احتياج السعرات حسب العمر. بنبدأ تقريبا من 1000 سعرة، ممكن نوصل لحد 2800 سعرة حرارية خلال فترة اليوم لحتى نحافظ على الجسم بيشتغل بشكل كفاءة عالية وما يؤدي لحاله إلى زيادة في الوزن أو نقصان في الوزن. نعم، عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم في اليوم؟ نعم، طبعا تختلف باختلاف العمر، باختلاف الجنس، باختلاف الطول، وباختلاف النشاط الحركي، وباختلاف إذا في وجود أمراض معينة أو لا. طبعا بالنسبة للاحتياج للسعرات الحرارية للذكور، طبعا إذا بدنا نبدأ بالأعمار، ممكن يعني إحنا نحكي من عمر 2، من عمر سنتين لعمر 18 سنة، بنحتاج تقريبا من 1000 لحد 2000 سعرة حرارية في اليوم. طبعا في هذا في حال انه كان نشاط حركي. طبعا النشاط الحركي بيلعب دور كبير في الاحتياج للسعرات الحراريه، يعني مثلا اذا حدا مثلا خلينا نحكي شاب عمره 18 سنه وشاب ثاني عمره 18 سنه، الاول ما بيتحرك وما بيلعب رياضه، فبالتالي احتياجه من السعرات الحراريه بيكون اقل وبيوصل لحد 1800 سعرة حرارية. بينما شاب الثاني اللي هو عمره 18 سنة بمارس نشاط حركي وحياته نشيطة دائما وبيلعب رياضة بشكل مستمر، فهذا بيحتاج سعرات حرارية أكثر، ممكن يوصل لحد 2800 سعرة حرارية. بالنسبة للسيدات بتنزل النسبة لأنه باختلاف الجنس، الذكور بتحتاج سعرات حرارية أكثر من السيدات، السيدات بتحتاج من 1000 لحد 2000 سعرة حرارية حتى مع النشاط الحركي. نعم، أيضا ما علاقة الوزن بالسعرات الحرارية؟ طبعا علاقة وطيدة ومستأصلة، يعني من منذ من القديم الزمن، يعني هاي علاقة مربوطة بشكل خلينا نحكي قوي جدا، علاقة السعرات الحرارية بالتحكم في الوزن سواء زيادة أو نقصان في الوزن. طبعا بطبيعة الحال إن في مبدأ بنسميه مبدأ السعرات الحرارية داخل الجسم، في حال أنا أكلت احتياجي من السعرات الحرارية الوزن عندي راح يضل مثل ما هو، في حال أنا أكلت زيادة عن احتياجي من السعرات الحرارية وزني راح يزيد، أكلت أقل وزني راح يقل. بس في معادلة بسيطة إنه إذا أنا أكلت 500 سعرة حرارية خلال فترة اليوم لمدة أسبوع، هيك أنا قاعد بزيد في وزني تقريبا 600 جرام من الدهون.
ونفس وبالمقابل اذا انا قللت 500 سعره حراريه خلال فتره اليوم لمده اسبوع بنزل 600 جرام اللي هي تقريبا الواحد باوند. فالعلاقه مرتبطه اختي، يعني العلاقه مرتبطه جدا وارتباط وثيق، والسعرات الحراريه بتلعب دور جدا مهم في موضوع الوزن وادارته. نعم ايضا دكتور، من اين تاتي السعرات الحراريه؟ طبعا بطبيعة الحال السعرات الحرارية معروف انها بتيجي من مختلف انواع الاطعمة. طبعا مختلف انواع الاطعمة يعني احنا بنحكي عن المجموعات الرئيسية للاكل، عندنا مجموعة النشويات اللي هي الخبز والمعكرونة والفريكة والبرغل والاشياء اللي تحتوي على النشويات، وفي عندنا البروتينات وفي عندنا الدهون، هذول المجموعات الاساسية الثلاثة. كل جرام من الكربوهيدرات او من النشويات بيعطيني 4 سعرات حرارية، نفس الشيء البروتين بيعطيني 4 سعرات حرارية، بينما كل جرام من الدهون بيعطيني 9 سعرات حرارية. فبالتالي احنا بننصح الناس بشكل عام انهم يتناولوا اكلهم بشكل كويس ويركزوا على مصادر النشويات المصنوعة من حبوب القمح الكامل، ويركزوا على البروتينات من الألبان من الأجبان من البيض من اللحوم وهي الأشياء، ونحاول نبتعد قدر الإمكان عن الدهون لأنه سعراتها الحرارية عالية جدا. فبالتالي هم 3 أشياء أساسيين بيجوا منها السعرات الحرارية: النشويات والبروتينات والدهون. نعم دكتور، هل زيادة السعرات الحرارية في الجسم لها خطورة أم لا؟ طبعا طبيعي بطبيعة الحال زيادة السعرات الحرارية واستهلاكها خلال فترة اليوم طبعا بيعتمد حسب نوع السعرة الحرارية. يعني في عندنا سعرات حرارية بتكون جيدة وممتازة مثل السعرات الحرارية الموجودة في الأكل الصحي، في سعرات حرارية غير جيدة وغير ممتازة وغير مفيدة لصحة الإنسان. هلا في حال احنا تناولنا سعرات حرارية زيادة هذا راح يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن. مع استمرار العملية بعد ما نخلص موضوع زيادة الوزن بننتقل إلى السمنة، وطبعا حسب المنظمة العالمية للصحة اللي هي WHO وحسب وزارة الزراعة الأمريكية USDA وحسب طبعا جمعية الأطباء بلا حدود Doctors Without Border صنفوا السمنة على أساس إنها مرض. يعني إذا أنت كان عندك سمنة وكانت السمنة هاي بسبب زيادة السعرات الحرارية فأنت قاعد بتودي حالك ل باتجاه الإصابة بالأمراض المزمنة، الإصابة بأمراض الشرايين والأوعية الدموية لا سمح الله، الإصابة بأمراض السكري من النوع الثاني، الإصابة بالجلطات الدماغية لا سمح الله، والمشاكل اللي بتحدث في الأوعية والشرايين الدموية اللي لها دخل في القلب، وممكن توصل كمان إلى أمراض بنسميها اللي هي الأمراض المزمنة أو الميتابوليك سيندروم اللي هي مثل التكيسات المبايض، ممكن حدوث مقاومة للإنسولين. يعني بشكل عام اللي بدنا نوصله الفكرة إنه زيادة استهلاك السعرات الحرارية ممكن يؤدي إلى زيادة الوزن وفي نهاية المطاف يؤدي إلى السمنة، والسمنة بنعتبرها إنها واحدة من الأمراض اللي بتؤدي إلى مشاكل كثير كبيرة. نعم دكتور، ماذا أيضا عن السعرات الحرارية لإنقاص الوزن؟ أيضا هناك بعض الأشخاص إنهم يديروا في كتحليل يعني بصمة حتى أو بصمة دم حتى إنهم يعرفوا شنو الأطعمة اللي يقدروا يتناولها من أجل رجيم. انت هيك دخلتي على محور ثاني تماما عن الحوار. نعم. يعني مبدئيا يا ريت تجاوبنا حتى لو باختصار يعني دكتور. نعم. هلا بالنسبه لموضوع بصمه الدم ما في اي دليل علمي بيثبت صحه هذا الادعاء انه انا قاعد بمشي على بصمه الدم وبناء على دمي انا بنقي خيارات الاكل. ربنا سبحانه وتعالى حكى في كتابه العزيز كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما حكى لنا كلوا واشربوا كل حدا على حسب فصيلة الدم. فبالتالي هذا دليل قوي على عدم صحة هذا الادعاء. بالنسبة لفصيلة الدم تقدر انت تأكل اي اشي بدك اياه وما في اي دليل علمي بيثبت صحة هذا الكلام. كل اللي صار على موضوع فصيلة الدم هي عبارة عن ابحاث ودراسات خبرتنا انه من الممكن او من المحتمل، فما في شيء مبتوت فيه 100%. بالنسبه لنزول الوزن طبعا احنا بننصح الناس انهم يتناولوا نظام غذائي صحي معتدل ومتوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائيه من الحبوب من البروتينات من الفواكه من الخضار ومن الالبان ومن الاجبان بطريقه معتدله ومتوازنه. يعني انت برنامجك الغذائي لتنزيل الوزن لازم يكون بيحتوي على المجموعات الغذائيه بشكل كامل، ما يستثني اي مجموعه من المجموعات الغذائيه،